بعد هذه الفقرة الذي أعدها الزملاء، شكرا لهم على هذا الإعداد. ننتقل وإياكم إلى فقرة جديدة، إبداع جديد مع صاحبة الاسم الحركي مس كاندي. طبعا أخت مس كاندي لها قناة في اليوتيوب ولها أيضا صور تنشرها عبر الإنترنت، العديد من الأعمال والأشكال وكذلك العديد من الأشغال اليدوية. وش رايك عبد الله؟ شفت بعضها ولا ما شفتها؟ والله انا شفت بعضها، جميله، هي قناه تعليميه جدا رائعه. الاسبوع هذا ما شاء الله زاخر ببعض المشاركات. طبعا هي فقره خاصه بالنساء اللي هو تعرض فيها اعمالها، حتى احنا طلبنا من اخوات اذا احد عنده مشاركات او عندها اعمال ترسلنا بعض الاعمال، وايضا اخت مثل اخت ندى واخت مسكاندي ايضا ارسلت لنا بعض الاعمال. لا جدا جدا جيد الاعمال هذه، واحنا نشجعهم على ان يرسلوا سواء كان على تويتر او على ايميل البرنامج بعض المشاركات اللي شاركونا فيها، وان شاء الله يكونوا معانا اليوم بكره والاسابيع القادمه. سبق وسويت اول عمل يدوي؟ عمل يدوي انا فنيه ماشي، انا والفنيه مضروبين صراحه. طيب الاخت مسكاندي معنا الان على اتصال. السلام عليكم اخت مسكاندي. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخت مسكاندي. حياك الله. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. طبعا أخت مسكاندي أنت الآن بهذا الاسم الحركي عن طريق اليوتيوب وكذلك الموقع، هل ترغبين بالتعريف باسمك؟ أنا جوهرة ذيب. جوهرة؟ الجوهرة ذيب. الجوهرة ذيب. نعم. طالبة في كلية الدراسات العلوم الإنسانية في الغاط، لغة إنجليزية، ومهتمة في تطوير شبابنا اليوم في تعليمهم في الأعمال اليدوية والفنية ونشرها في اللغة العربية بإذن الله. جميل. جوهرة، ممكن أسألك من متى أنت بديتي تسوي الدروس التعليمية على اليوتيوب؟ بدأت رمضان اللي فات. نعم. كم لكي حلقة على اليوتيوب إذا رفعتها؟ 20 حلقة. ما شاء الله تبارك الله. تفاعل الناس مع الحلقات، هل في ناس وصلوك يعني سوينا كذا، كيف ما في شيء فلاني ما عرفنا نسويه، كيف حسيت تفاعل الناس مع العشرين حلقة اللي نشرتيها؟ والله تفاعل جميل جدا، كل متحمس يطلبون دروس أكثر وأكثر، وأحيانا واحد ما يلحق يجيب الدروس الكل يطلبها، لكن بإذن الله جدا تفاعل رائع والاشتراكات معها جدا رائعة. كيف اكتشفتي هذه الموهبة أخت الجوهرة؟ الأمر مو باكتشاف بالنسبة موهبة العمل اليدوية، بل تشجيع من اللي حولي، من عائلتي ومن أصدقائي، من أصدقائي في الناس أيضا شجعوني كثير للبدء في الأعمال اليدوية. طيب في المدرسة ما كنت تعمل أعمال يدوية؟ كنا نعمل أعمال يدوية، لكن ما كانت شيء لشغف، كانت مجرد دروس نطبقها ونعطيها، فما كنت أحس أنها أعمال يدوية، وصلنا الأعمال اليدوية حتى نشوف الفنية والإبداع والعمل فيها أيضا. جميل ممتاز. الآن إذا كنت تشاهدين أخت الجوهرة بعض الأعمال اللي تعرض على شاشة تشوفينها الآن؟ نعم. لو تعرفين عليها مثلا، هذه اللوحة الآن؟ هذه لوحة في الألوان الأكريليك، سويتها قبل يوم ما كنا بنسافر، كنت جالسة أنتظر فقمت سويت اللوحة قبل ما نمشي لتنظيف الوقت. ما شاء الله، يعني هذه قريبة الصورة؟ قريبة قبل أسبوع تقريبا. إذا أنت في قناة اليوتيوب تجمع ما بين الرسومات، تجمع ما بين أعمال يدوية، في شيء آخر تقدميه لمشاهدينك؟ صراحة القناة نفسها بادية، بدأت الأعمال التي أجيتها وهي الخياطة، أعمال الجوخ، إن شاء الله في المستقبل نتطور أكثر لأعمال ورق والرسم وغيرها بإذن الله. ما شاء الله. يعني طيب أنت كيف طورتي هذه الموهبة أخت جوهرة؟ يعني انت في البدايه اول شيء في احد قالك والله انت يا الجوهره موهوبه بالعمل هذا؟ نعم. في احد قالك؟ من اول واحد اعطاك الخبر هذا؟ اول شخص؟ ايه صراحه قبل 4 سنوات او 5 سنوات، اول ما بدات في الكليه كانوا البنات، اول ما بدات كنت في قسم الاقتصاد المنزلي. الاقتصاد المنزلي. نعم. كان البنات يسوون أعمال خارج المنهج، كانوا يجيبونها يورونها البنات، فكنت أشعر بالغيرة صراحة كيف أنهم يحصلون على المدح. حتى الغيرة أنت يا البنات. نعم، الغيرة الجميلة، غيرة رائعة. جميل. فقررت إني أبدأ أسوي عمل فني، سويت كان جدا سريع بسيط، جبت قماش حطها في الماكينة أي كلام وديتها الكلية، فالكل كان يعني معجب فيه، والبعض يعني البنات كانوا ساعدوني في تجميله وتزيينه يعني تعديله،
فيوم يوم عن يوم بدأت يعني صرت أعرف مدى المتعة والشعور بالإنجاز اللي يأتي عندما تفعل شيء والكل يشعر بالسعادة. طيب أنت كيف طورتيها؟ في الممارسة أكيد. يعني جلست تمارسين مع الفترة حتى اتقنتي بعض الأعمال؟ نعم. طيب أنت ما لك يعني مثلا متابعات معينة، أشكال تشوفينها مثلا في الإنترنت، في مجلات حتى تصنعي مثلها؟ نعم، في اللغة الإنجليزية أو في الأجانب بشكل عام، الأعمال اليدوية مجال خاص، يعني له محلات، له مواقع، له مجلات، له قنوات مختصة، فصرت أتابعها وأشوف أعمالهم وأقلدها. طبعا يوم تزيد، فشوي شوي صرت اتعلم كيف ازيد. اخت جهره، بسالك كيف تستفيدي من بعض الاعمال تعمليها في مجال في مجالات الخيريه، في مجالات الدعويه؟ هل لك اعمال سابقه؟ هل شاركتي في مثل هذه النشاطات؟ بصراحه لا، لكن ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله من هذا المنطلق ان شاء الله انه العمل، يعني هل تروحي للاعمال للجانب البزنس من جانب الاعمال، تبيعي تسوقي اعمالك، ولا الى الان هي عباره عن عملية تعليمية للآخرين؟ لا، إلى الآن هي بداية بالنسبة للآخرين، عند بعض يعني. جميل. طيب هناك صعوبات واجهتيها في أثناء أعمالك هذه؟ أو في طريق في مشوارك مثلا؟ أكيد كل شخص يواجه صعوبات في حياته. مثل إيش هذه الصعوبات؟ أول شيء الخامات، الأدوات غير متوفرة. يعني تكون متوفرة في المدن الكبيرة، الرياض، جدة، الشرقية، الدمام فقط، ما تلقاها في المحافظات الصغيرة. احيانا التشجيع، احيانا يعني انت ما في الرياض، في محافظه صغيره. انا اسكن في محافظه صغيره. جميل. طيب ومثل ايش الصعوبات واجهتيها ايضا؟ احيانا لما تسوي عمل تقدم الاخرين يقول لك لا والله ممكن تعطينا مصنع يسوي احلى بشكل اسرع كثير كبيره، لما انت تسوي او تتابعين نفسك احيانا يقول البعض ليش تخيطين او تسوي، ممكن تسوي شيء افضل، لكن يعني مجرد كلمات تساعدك، يعني اذا حسيت بالغضب تحس انك ابي اسوي شيء افضل لتبهرهم، فهذا يمكن يعطيك دافع تكون أفضل بإذن الله. جميل، شكرا لك يا أخت الجوهرة على هذه المشاركة. معنا الآن التقرير التقني لهذا اليوم، معنا التقرير التقني، صراحة التقنية هذه أنا معجب فيها، مستفيد منها.